صحة التروى كلها انتهت. انا شايف حضرتك يعني في ايدك نوع من انواع الحشائش وعايز تشرح للمشاهدين حاجه، يعني حضرتك اصريت انك تقطفها بايدك. هو طبعا الليق وباين عليه حشره المن، وحشره المن دي من العائل السيء بالنسبه لشجره الموز، لانه بينقل مرض لها اسمه مرض توارد القمه للموز والتبرج. مرض توارد القمه. اذا وصلنا لمرض توارد القمه، اذا احنا بنتكلم عن احد اهم واخطر امراض مرض الموز في الوقت ده. وده المشكله اللي هي، يا ريت حضرتك تكلمنا عنه شويه. مرض توارد القمه مرض فيروسي بيصيب الموز من الخلفة وهي صغيرة ولحد الخلفة الشجرة الكبيرة. يعني طب نعرف ازاي ان في يعني المرض ده اصاب الشجرة بتاعتنا؟ هو اصابها بيبقى في مظاهر معينة لمرض توارد القمة. الشجرة اللي بتبقى الورق بتاعها ملموم لفوق، بيتلم لفوق. النصل بتاعها بيبقى فيه خطوط زرقاء، لو كسرت النصل بتاع الورقة بتبقى عاملة زي قطمة الخيارة بيقولوا عليها. جميع المزارعين الموز عارفين المندي، حاجة اسمها المندي. المندي احنا بنسميها كناحية علمية مرض توارد القمة للموز والتبركش. التبركش ده مرض تاني على فكرة. جميع المزارعين عارفين حاجة اسمها المندي، يقول لك عندي مندي. المندي ده خطر جدا جدا جدا، وبيتنقل عن طريق يا إما حشرة المن، دي حاجة. الحاجة التانية المشط اللي هو بيشتغل بيه، يعني المشط اللي تعتبر ممكن ينقل المرض. يعني أيوة. بينقل طبعا. بيجي مثلا بيقطع شجرة، بيقطع أي فرع، بيقطع أي حاجة، دي بتنقل المرض من خلفة لخلفة تانية. يعني المفروض إن احنا نطهر بقى نصل المشط. المفروض ده المشط ده يتطهر. بيتطهر بإيه بقى؟ بيتطهر فيه يعني ممكن يود، ممكن برمنجانات، ممكن اي حاجه، ممكن بالتسخين مثلا على ممكن التسخين، بس التسخين طبعا في وسط الغيط بيبقى صعب. صحيح. هو لو معاه جردل مثلا في ميه، في شويه مطهر محلول اليود مثلا ولا حاجه يطهر بيه. محلول اليود ممكن يطهر بيه الحاجه. طيب برضو خلينا نركز شويه على مرض المندي اللي ده الاسم الدارج يعني لاخواننا المزارعين. ونقول برضو اذا اكتشفنا ان عندنا مرض المندي ازاي تكون مكافحته او نتصرف ازاي؟ هو اول حاجه طبعا لازم المزارع بيبقى يمر في الغيط بتاعه على طول. لو لقى طبعا الحشيشه لازم يشيله، لان الحشيشه ديت دايما بيبقى ساكن عليها حشره المن. حشره المن بتتنقل على الشجره بتاعتها، بتنقل الاصابه بتاعت المرض من خلفه لخلفه تانية. دي حاجه. الحاجه التانية، اول ما تظهر عنده اي اصابه لازم يشيلها فورا ويطلعها بره ويتخلص منها بطريقه امنه، بطريقه امنه بقى زي ما هو. تمام. اذا في المرحله دي نعتبر اهم العمليات هي ازاله الحشائش ومتابعه الحقل، نشيل الورق، نشيل البذوز اللي على الارض، الجاف، ونشيل البذوز اللي على الارض اللي هي البذوز اللي صح كده. يبقى ازاله الحشائش، ازاله الاوراق الجافه والبذوز دي اهم العمليات، يركز عليها قوي. تمام. واي حاجه اصابه بقى يشيلها. تمام. باشمهندس انا عايز اشكر حضرتك جدا في نهايه لقائي معاك وعلى المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا، وان شاء الله يكون اعزائنا المشاهدين في كل مكان استفادوا بيها. شاكرين الافضل وربنا